بالكلوندستان علي بل أصبح المنقذ الوحيد في الحالات الاستعجالية وغيرها لنقل سكان المناطق النائية بتيارت والتي لا تتوفر على وسائل للنقل. تعرف عليه مع ديار بنتعود. هكذا هي يوميات كلونديستا المناطق الريفية، فالناصر لم يجد إلا هذه المهنة التي مارسها بعديد السيارات القديمة، فمن سيارة اللادا وصولا إلى سيارة السانسونكات، هذه السيارة التي أصبحت مقصد مواطن الريف لتنقلاتهم وقضاء حوائجهم. الوطة هذو القدم راه ما عندنا خير من جديد، جديد هذا كون تجيبه هنايا ما تمشيش، عندك نهار تفركة توية ما تقدرش به، بصح هذا رانا نديبانو معاه، نهار يقعد يطير لي خيط اللزقة، نهار برو يكريفي لي نعاود ندير، وهذه هي. فرغم صعوبة المسالك إلا أن السانسونكات وقريناتها من السيارات القديمة تبقى من الوسائل الوحيدة للعائلات المحرومة بالريف. احنا رانا مضاري دوك، احنا ذاك لوطو هذيك الكروسة كيما هذي راني نخسر عليها الدراهم باه نصنع لها لاسيسبونسي ولا حاجة نمشي بها 7 أيام 8 أيام تتكسر لا غالب، وغي مزية جات مقدرة شوية قدر الماتريال القديم هذا شوية يوانطي الطريق ما ينضرش. يستمر تحدي هذه السيارات إلا أنها تتعرض للأعطال التي تكلف صاحبها مزيدا من المصاريف الإضافية. خويا حمات أنا مات والله، لابوبين حمات على بيست ابن عمي والله العظيم إلا كشفتنا ابنها. راني جاي نمشي أنا مع الطريق صعبة، راه حمات راه كاش ديرون مو في الخيط، راني قعدت نخرب فيه ضروك، قعدت ندور منه لقيت خيط راه ناقص، هيا راني ركبته كي جيت نوض لقيت هذاني حماد طلعت لي من لابيس. ديك ثاني كنت تعيط وما قدرتش تحكم. الريزو ما كانش هنايا، الريزو حوست على الريزو باه نعيط للطفل والله يجيني باه يديبانيني ولا حاجه، ما الريزو ما كانش. فسكان الريف يلجؤون اليوم الى الكلونديستا الخاص بهم، خاصه في ظروف الحاجه والمرض وحتى في اوقات قساوه الطبيعه. هي خدمتي انا الوحيده، هذا ما عندي، هذه خدمتي، خدم الشعب برك تاع الريف هذا برا. فمهنة الكلونديستا بالريف تختلف كثيرا عن نظيرتها بالمدينة لما لها من دور في توفير النقل لعائلات المناطق النائية التي ترى فيها المنقذ الوحيد.